محاولة من الجانب اليمين، يا سلام عرض الملعب، ولكن أيضا الكرة تتخلص. أوه خطيرة جدا من الجول، ممكن ولكن حكم المباراة يحتسب ضرب الجزاء لصالح المنتخب الإسباني، ضرب الجزاء لصالح المنتخب الإسباني من قبل حكم المباراة. لاحظ هذه هي الآن، شوف تتلعب، شوف محاولة مرور ثم بعد ذلك كانت العرقلة من جانب كوشيليني، وبالتالي هي ضرب الجزاء لصالح المنتخب الإسباني، ضرب الجزاء. إذن عرقل المهاجم وضرب الجزاء هذا، ودافيد سيلفا هو اللي على التنفيذ. هل يسجل لصالح الاسبان ام ايضا لحارس المرمى كلمه تطلع جول عن طريق دافيد سيلفا؟ اذا دافيد سيلفا يسجل لصالح اسبانيا في شوط المباراه الثاني، يسجل لصالح اسبانيا من ضرب الجزاء في شوط المباراه الثاني هنا في هذا اللقاء الحبي الدولي، ويفتتح التسجيل. بالمناسبه هذه ضربه الجزاء رقم 19 التي احتسبها هذا الحكم اسفاير في مشوار تحكيمه الدولي وحتى كذلك المحلي، فسبق أن احتسب 18، الآن يحتسب 19، ولأصحاب الأرض منح 10 وللضيوف منح. قال مش تسلل، لحظة أوكي على خط واحد ها مش فعلا القرار سليم، على خط واحد القرار سليم تماما.